السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك اخي؟ علينا شو عم تسوي؟ والله عم نكسر حطب والشجر مشان ندفي الاولاد. ندفي ليش؟ ما في مازوت؟ لا مازوت، ولا مازوت من سنتين من اول الاحداث ما اجانا لا مازوت ولا غاز ولا يعني ريف حمص ابدا ما اجاها خالص، لا غنطو ولا تلبيسي، لا غنطو لا تلبيسي، لا رستان، لا دار كبيري، لا خالص منوب. وهلا انت شو عم تسوي؟ ندفي الاولاد عليه. الشجر عم تقصوه؟ الشجر ما ضل شجرة واحد ربه، ليه كله هذا كله عم قصوه. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شو بدنا نسوي؟ نطلع نسرق خيوه؟